معظمنا عندنا هالات سودة من الاخر تحت العين كده يندري بميك اب زي ما انا عامله على فكره، عشان انا كمان عندي هالات سودة. يا بنتعايش بقى ونتراضى بيها ونشوف بقى هنعمل ايه والحكايه ايه والروايه ايه. فقلنا نجيب مين؟ نجيب الاكسبرت، نجيب الخبيره، نجيب اللي بتعالج الهالات السوداء. ايه بتقولي ايه يا رضوى؟ اه بتعالج الهالات السوداء. لولو نورتينا النهارده. منورة لمياء محمد نورانا النهارده يا لولو. منورة. آه لمياء، هنعالج فعلا فعلا ليها علاج. ها فعلا ليها علاج. هي التقنيه ديت هي تقنيه بيجمنتيشن ميديكال، بتعالج الهالات السمراء، يعني ايا كانت الهالات، هالات وراثيه او هالات مثلا ورديه، اللي الناس اللي عندها الاورده ساعات في ناس بتبقى عندها طبقه البشره بتبقى فيه الاورده بتاعتها باينه قوي بس مديه، هالات بتحسها ان هالات محمره. حلو. وفي كمان ناس بتبقى عندها الهالات اللي هي مديه شويه على بنفسجي، في ناس تحسها هالاتها بنيه. التقنيه دي بتعالج كل انواع الهالات كلها. طيب ايا كانت الهالات انا بعالجها فقط لو الهالات دايما، يعني ما تجيش واحده تقول لي انا عندي ارهاق بقالي مثلا اسبوع ما نمتش فانا طلعت لي هالات، فهقول لها لا اكيد مش هقدر اعالجها لك لان دي بسبب الارهاق. انا فقط بعالج الهالات الدايمه اللي هي مثلا هالات مستمره معاها على طول. ايه الشطاره؟ بقدر اخفيها او بقدر ان انا اخفيها، يعني هي مثلا الهالات بتاعتها دلوقتي انا بقدر انزل درجات من الهالات بتاعتها، يعني مثلا لو هي سمراء انا ممكن اعمل لها على جلسات، اول جلسه ممكن انزل لها من السمار بتاعها 5 درجات، في الجلسه الثانيه كمان ممكن انزل لها في حدود 6 درجات، فكل جلسه بنزل درجات معينه لحد ما بوصل لدرجه بشرتها، يعني الهالات بتاعتها بتختفي تماما 100%. بتهزري؟ طب ولو حد عمل حادثه كدمه؟ التقنيه دي البيجمنتيشن ميديكال هي بتعالج الهالات وبتعالج البقع والتصبغات، بتعالج كمان اثار العمليات الجراحيه، وكمان بتعالج الوحمات، اي حاجه من الحاجات دي كلها احنا بنقدر ان احنا نخفيها بالتقنيه ديت. انت البراند بتاعك اسمه لمياء اكاديمي انترناشونال تريننج. انت مكانك فين؟ في اسبانيا. يعني اللي عايز يجي لك يعمل ايه؟ انا باجي هنا اوريدي، هنا اجازه، يعني انا اوريدي انا انترناشونال، انا اكاديميتي في اسبانيا اوريدي. اوكي. بس انا باجي هنا مصر مثلا كل فتره كده بنزل عشان خاطر مثلا اعمل جلسات مع عملاء، وبروح برضه بسافر السعوديه، بسافر بس كل احنا هنديهم 6 هدايا. احنا هندي دلوقتي الستات والبنات 6 هدايا ليه علاج. وانا موجوده ولا مستعده وهي موجوده، احنا مقضيين عليها اساسا ماما. طيب 6 هالات ليه؟ 6 هالات، 6 هدايا او 6 سيشنز، 6 جلسات ليه علاج الهالات السوداء، 6 ستات او 6 بنات، يعني كل واحده ليها جلسه، ليها جلسه تتفتح على حسب الاستمرار، بس كل جلسه بفتح لها 5 درجات. 5 درجات بالظبط. يفرق معاها؟ طبعا بيفرق معاها. في ناس من جلسه واحده على فكره بتبدا ان هي اصلا تاخد النتيجه. الفكره ان انا بعمل تركيبه على حسب كل بشره. أوكي. وعلى حسب الدرجات اللي موجوده قدامي او حسب استمرار الهالات. طيب. انا مثلا عندي العميله ديت عندها الهالات بتاعتها سمره شويه بس هي بتقول لي هالات وراثيه تمام، موجوده معاها من زمان، فعندها هالات سفليه وهالات علويه، يعني ايا كانت لو الهالات سفليه او العلويه انا بشتغل على الاثنين. علويه العلويه اللي هي فوق العين. ايوه بالظبط. طب عندي بقى سؤال اخر، حطيتي بنج قبل ما تشتغلي؟ طبعا لازم احط بنج، بسيبه لمده 15 دقيقه وبعد كده ببدا ان انا امسحه، واوريدي الجلسه كلها بتبقى بدون الم. بدون الم زي ما في سن؟ في سن بس البنج اوريدي عامل مفعول، واحنا اصلا بنشتغل سطحي جدا بدون دم وبدون الم لان البنج اللي احنا حاطينه كويس، وفي نفس الوقت انا بشتغل على الطبقه الخارجيه. فالجلسه بتاعتي كلها انت بصي فوق. طبعا لازم لما اجي اشتغل اشتغل بطريقه دائريه، وفي نفس الوقت مهم جدا ان انا ما اشتغلش وقت طويل على العين، لان طبقه البشره او سمك طبقه البشره بتاعت العين بتبقى رقيقه جدا، فانا ليا تايم معين اشتغله فقط على العين. طب لم يسالك على حاجه، هل اللي انت بتعمليه ده ممكن يعني هنفترض ان تحت العين الحته دي اللي انت بتشتغلي فيها دلوقتي فيها فاين لاينز، فيها شويه خطوط. خطوط. اوكي عادي مفيش اي مشكله. انا مثلا لو عندي مثلا عميله وعندها خطوط او تجاعيد تحت العين ممكن اعمل لها جلسه وهي اسمها سيرم معالج، بقدر ان انا اعمل لها بانواع من السيرم برضو بنفس الجهاز عشان خاطر ابدا ان انا اشد المنطقه، اخلي المنطقه مشدوده، افرد شويه تجاعيد بتاعتها، وبعد كده ابدا ان انا اعالج التصبغات اللي موجوده تحت العين، الهالات بتاعتها. قبل يعني؟ بالظبط. يعني قبل ما تعالجي التصبغات او الهالات السوداء بالظبط تعملي لها جلسه شد المنطقه اللي هي ايه فرد التجاعيد اللي موجوده في المنطقه. الله. فبتبدا ان التجاعيد بالظبط بتبدا ان التجاعيد. قاعده معانا في مصر قد ايه؟
لا قاعده يعني لحد يوم 27 كده، يعني قاعده يعني هتلاقيني كل شويه بنزل مصر. خلاص انا هنزل بتاعي بنت كريم. انا 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 انت قمر من غير حاجه. لا انا محتاجه. انت مش محتاجه حاجه، محتاجه عمره. محتاجه عمره. يعني لما باجي اشتغل بيبان الفرق جدا. يعني انا مثلا لما هشتغل هنا انا اشتغلت فقط راوند واحد، يعني حاجه بسيطه، ما اشتغلتش كتير قوي على المنطقه. ولو جينا مثلا شفنا الفرق بنحس ان في فرق في المنطقه كويس جدا ما بين العين دي والعين دي، فعلا بيبين الدرجات. طبعا بعد الجلسه ممكن يحمر شويه يورم شويه طبيعي عشان خاطر انا بشتغل بابره، بس ده كله في يومين خلاص كله بيروح. طب لميا، المفروض انه الافتر كير او بعد ما حضرتك هتخلصي اللي انت بتعمليه ده، المفروض ان هي طبعا ما تتعرضش للشمس. بالظبط، التعليمات اللي هي ما بعد الجلسه ما ينفعش ان هي تتعرض للشمس، وبتاخد كريم معين انا بكتبه لها، وهو فيه بيبقى كريم انتبيوتيك. حلو. بتاخده عشان خاطر الجلد بيبدا ان هو يقشر، بس تقشير خفيف جدا، تقشير سطحي. وممنوع طبعا ان هي تتعرض للشمس، وممنوع ان هي تحط ميك اب، ممنوع ان هي تستعمل اي زيوت او اي مستحضرات تجميليه في المنطقه اللي انا اشتغلت فيها. لمده شهر، يعني لحد ميعاد الجلسه الثانيه. بالظبط، لحد ميعاد الجلسه الثانيه، بس في المنطقه ديت بس، مش في كل بشرتها. يعني هي تحط براحتها في وشها كله ما عدا منطقه الهالات، لان المواد اللي هي بتحطها اولا مواد كيماويه، فالمنطقه ديت بتبدا لا مش هينفع ان هي تحط. لو هي عايزه تحافظ، بصي في بعض الناس بيبقى عندهم هالات قويه جدا، فهم اصلا هم جايين عشان يعالجوها، فهم مش هيحطوا مكياج لان هم عايزين يتخلصوا من الهالات بتاعتهم. حلو، لمده شهر. بالظبط. وبعدين ممنوع طبعا تروح طبعا ما تتعرض للشمس، ممنوع بخار، ممنوع اي حاجه فيها والحموم. لا عادي تاخد شاور عادي. وبعد ما تخلص مثلا لو جه ميه بطريقه الطبطبه كده بقطنه مدوره، وتبدا بطريقه الطبطبه تنشف منطقه الهالات، لكن عادي تاخد شاور عادي مفيش اي مشكله. بس ممنوع الفرق والدعك في قلب المنطقه كتير، لان الفرق والدعك في المنطقه هي اولا كده بتبوظ النتيجه، ثانيا كتر الفرق والدعك في المنطقه بيولد تصبغات، فممكن ان هو يدي نتيجه عكسيه. كذلك برضو لو اتعرضت للشمس، الشمس برضو التعرض للشمس عامه بيخلي عندي او بيحفز عندي الخلايا الصبغيه، فبيبدا ان هو بدل ما يديها نتيجه تفتيح بيديها نتيجه تصبغ، لان الهالات اللي موجوده عندها ديت جات لها ان في بعض الناس عندهم الخلايا الصبغيه بتاعتهم عاليه قوي، فبيبدا ان هو يظهر لهم زي هالات عن طريق هالات استمرار تحت العين. فلو هي تعرضت للشمس ممكن ان هو برضو يبدا ان هو يحفز الميلانين عندها، ويبدا ان هو يظهر زي تصبغات، فعشان كده ممنوع ان هي تتعرض للشمس خالص. او تحط سان بلوك يعني؟ ايوه تحط سان بلوك، ينفع جدا تقدر انها تحط واقي الشمس ما عندهاش اي مشكله، وتستحمى عادي عادي جدا. بس مكياج او ميك اب مستحضرات تجميل ممنوع لمده شهر. لمده شهر. حلو. لمده شهر طبعا النتيجه بتبدا ان هي تشوفها اوريدي. يعني حاليا في الجلسه بتحس ان هي مثلا لو جينا شفنا مثلا من هنا لهنا باينه يا جماعه، هنحس ان هنا محمر شويه، بس تحس ان المنطقه السمراء واللاين اللي تحسيه اسمر مش واضح. يعني زي هنا بص كده تحس ان المنطقه السمراء، وتحس دخل جوه مثلا واضح. هنا تحس ان المنطقه، رغم ان انا ما اشتغلتش كتير. يعني انا كده ما اديتهوش وقته، انا المفروض ان انا اكمل الوقت بتاعه. انا مجرد بس ان انا اديتها كده حاجه بسيطه. ايه الشطاره دي يا لمي؟ وتحس ان الفرق باين طبعا لما ببدا ان انا اعمل فوق كمان بيظهر جدا. انت اكاديميه عندك في اسبانيا بتعمل ده؟ انا الاكاديميه بتاعتي بتدي كل كورسات للمكياج الشبه دايم، يعني كاموفلاج، بيجمنتيشن ميديكال، ميكرو بليدنج، توليد شفايف، ومش دايما كل حاجه متخصصه. وليه في اسبانيا؟ انا على فكره درست كله في اسبانيا، يعني انا كل التقنيات دي كلها انا مصريه 100%. انا مصريه 100% بس انا مقيمه في اسبانيا، بس اوريدي كل الدراسات اللي انا واخداها، انا عامله ماجستير وعامله ماسترز، كل الماجستير والماستر بتاعي واخداهم من اسبانيا، وحاليا بعمل دكتوراه برضو في تقنيه البيجمنتيشن ميديكال في التخصصات بتاعتها، لان هي ميديكال قوي. التصبغات. بالظبط، لان هي ميديكال قوي، والتخصصات بتاعتها فعلا بتطلع نتائج حلوه جدا. يعني انا بتجيلي ناس او ستات يقولوا لي احنا جوازاتنا بيقولوا لنا ايه كميه الهالات ديت، روحي شوفي الهالات اللي تحت عينك، يعني بيضايقوهم. فتخيلي لما تيجي واحده تيجي انت تقدري انك انت تشيلي لها الهالات ديت مثلا بجلسه او اتنين. التقنيه مبهره ونتائجها حلوه جدا، وبتفرق جدا مع الناس، وبتفرق جدا في معنوياتهم. يعني تحس ان هم فعلا لما بيتخلصوا من الهالات بتلاقي بيبقوا مبسوطين. الصور هي على الشاشه ما قبل وما بعد. بالظبط. انت هنا عملتي علاج للفاين لاينز، عملتي علاج لل بالظبط، عملت سيروم، جلسات سيروم عشان خاطر اشد شويه التجاعيد، وبعد كده عملنا تفتيح. تفتيح. بالظبط. هايله. ايه انت عملتي تفتيح فوق وتحت؟ فوق وتحت بالظبط، يعني عندها هالات سفليه وعلويه. طبعا هنا خدت معايا 3 جلسات في 3 شهور. بالظبط، كل شهر بنعمل جلسه.
في ناس بتبدي على فكره النتيجه او بتظهر النتيجه في خلال 25 يوم، يعني بتختلف من البشرات، في ناس بشرتها دهنيه وفي ناس بشرتها جافه، البشره الجافه على طول بتقشر تاخد وقت عشان تقشر، فممكن مثلا النتيجه بتاعتها تبان بعد شهر شهر ونص، البشره الدهنيه ممكن واحده تيجي تقول لي انا طلعت لي النتيجه بعد 25 يوم، فتقدر ان هي ممكن اقول لك خلاص استني خمس ايام وتعالى اعمل بالظبط. دي واحده من الناس او الهالات اللي انا كنت اقول لك عليها الورديه اللي هي عندها الاوعيه الدمويه بتاعتها تحسها باينه فمديها افكت احمرار. دي بعد كام جلسه يا لمي؟ دي بالظبط يعني دي بالظبط يقوم جلستين، دي ما خدتش اكتر من كده لان هي عندها عملت لها زي كده كوركت، عارفه في احنا عندنا مثلا في الهالات لو محمره شويه ببدا ان انا اعمل لها تركيبه معينه عشان خاطر ان انا هنا انت عملتي علاج الاول بالظبط. دي هنا برضو دي جلستين ما خدتش ثلاثه، دي اخدت جلستين. اوه يا لمي يا برافو. في ناس بشراتهم اصلا بتبهرك يعني بجلسه واحده ممكن تلاقيها ما شاء الله قضت على الهالات بتاعتها. فهنا دي لا دي هنا خدت اربع جلسات لان عندها ده مش فاونديشن؟ لا 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 مش فاونديشن. هنا اخدت اربع جلسات بالظبط البنت ديت. طبعا اسمرار رهيب بس بالجلسات بيختفي. انا مش قادره. وفي ناس يعني انا في ناس بيقولوا لك ده تاتو بس هو مش تاتو خالص، يعني هو لو تاتو هتلاقي اللون البيج باين بره يعني تحسي ان هو عامل زي الوشم، لكن اوريدي هو احنا بنعمل زي اخفاء او بنعمل زي بنعالج التصبغات. دي تصبغ، دي وحمه، دي وحمه ومع البنت كبرت معاها كل شويه تكبر 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 فبدات موجوده في الكتف كله. دي جلسه واحده على فكره، يعني اللي تحت دي قبل واللي فوق دي بعد، ودي كانت نتيجه جلسه واحده. دي عميله بتاعتي كنت في السعوديه كنت عملت لها جلسه واحده اوريدي فنتيجه طلعت فعلا تحفه. ندبه ده توحيد للون، يعني هي كان عندها جرح فانا عملت لها مفروض توحيد نفس كل ده بالجهاز اللي في ايدك ده؟ كل ده بالجهاز ده بس تركيبات معينه وعلى حسب كل واحد والعيب بتاعه ببدا ان انا اشتغل عليه. بتعملي تيست او اختبار للبشره؟ طبعا لازم ان انا اعمل تيست واختبار اللي هو على حسب البشره. مثلا في ناس عندي مثلا بشراتهم بتحسيها ان هي عارفه الاندر تون، يعني مثلا واحده بشرتها بارده، واحده بشرتها دافيه، واحده محايده، ببدا ان انا على حسب كل واحده والاندر تون بتاعها اللون الداخلي بتاعها تعملها التركيبات بتاعتها. التركيبه بتاعتها بالظبط. برافو عليك. طب وده بيروح ولا ده بيفضل دائم؟ لا ده مدته مثلا من 8 ل 15 سنه. سنه ل 15 سنه. مش عشان كده بقول لك هو مش تاتو، التاتو بيبقى دايم مدى العمر، بس احنا كدول عربيه عامه لا ما بنشتغلش التاتو، بنشتغل بمواد طبيعيه. هناخد دلوقتي هديتين يا جماعه وانا بعتذر جدا عشان الوقت خلاص، هحول الباقي على صفحتنا هي وبس اللي على السوشيال ميديا او على الفيسبوك هي وبس. هاخد اسراء. يا اسراء. اسراء الو ازيك يا سوسو؟ الحمد لله. عندنا هالات سودا سوسو لمياء محمد او لمياء اكاديمي انترناشونال تريننج بتهديكي اول جلسه على او جلسه علشان تشلك الهالات اللي تحت عينك خمس درجات. مبروك عليك يا سوسو، خليكي معايا ياخدوا بياناتك في الكنترول. هاخد هبه. يا هبه مساء الخير يا بيبو. مساء النور يا رضوى. بيبو فرح جيجي جامد يا بيبو. وحشاني وحشاني وحشاني. حياتي. ايه رايك في اللي لميا بتعمله؟ انا بحب كل حاجه فيكي وبحب كل برامجك وبحب كل المنوعات اللي انت عاملاها. اي لاف يو يا بيبو. ايه رايك في لميا في الهالات السوداء؟ جميل جميل. يلا هي بتعمل الحروق القديمه. بتعملي حروق القديمه؟ اه طبعا بعمل. خليكي جلسه حروق قديمه. ربنا يخليك يا رضوى. ربنا يخليك. حروق قديمه بنعالج الحروق كل جميع الحروق لو مثلا حرق الدرجه الاولى الثانيه. من فضلك اشرحي الكيس بتاعتك او اشرحي حالتك ها بتاعت موضوع الحروق القديمه ده دلوقتي للي هترد عليكي تاخدك تاني في الكنترول وتاخد بياناتك علشان نقول للميا بالظبط عشان خاطري هقول لك لميا انت نورتينا النهارده. وميرسي ان انت كنت لنا من اسبانيا الحقيقه مش عارفه اقول لك ايه واحنا عطلناكي وخليناكي تستنينا. حقك على راسي انا اعتذرت لك في الفاصل وبعتذر لك على الهوا عشان ما تبقيش زعلانه مني. لا يا روحي مش زعلانه. قد الدنيا. وميرسي ان انت اوجدت لنا حل لعلاج الهالات السوداء من 8 ل 15 سنه وختمها مسك. مشاهداتي الاعزاء خلصت فقرتنا، خلصت معاهم حلقتنا لو لينا عمر ان شاء الله باذن الله. بكلم بسرعه جدا عشان الوقت خلص. اشوفكم بكره الساعه 6 حلقه جديده من هي وبس.